تم تقييد الفيل بالسلاسل 50 عاما. انظروا ماذا فعل عندما أطلق سراحه. مرحبا أيها الأصدقاء، هل يمكنكم تخيل ما يعنيه العيش في السجن لسنوات طويلة؟ هل تعلم صعوبة العيش في تلك القيود على القدمين؟ وكل هذا كوسيلة للربح فقط؟ كل هذا بالضبط ما مر به هذا الفيل المسكين لمدة 50 عاما، حتى حصل أخيرا على حقه من حريته. فيل يسمى راجو، والذي تجول كثيرا في الطرق المتربة في الهند. قضى هذا الحيوان من سنوات عديدة من الترفيه عن السائحين، حتى تم التبرع بهذا المسكين لمعبد هندوسي في ولاية مهاراشترا. وبالمناسبة في الهند يعتبر مرموقا جدا أن يكون للمعبد فيل خاص به، وفي معظم الحالات تشعر الأفيال بالرضا وبمعاملة حسنة بعض الشيء هناك. لكن ربما تكون قد خمنت أن حظ راجو كان سيئا للغاية عندما لم يجد الأشخاص المتعاطفين وتعرض لسوء المعاملة، وكانت سوء التغذية مرئية بالعين على هذا الفيل، وبالطبع الخوف أيضا. تم تقييده لفترة طويلة بالسلاسل في نفس المكان، وظهر عليه الندبات والخرجات على ساقيه، وكان بالكاد أعمى. في الحقيقة قصة راجو مأساوية بشكل خاص، حيث كان الفيل المسكين قد أعيد بيعه عدة مرات. ويفقاً لبعض التقارير عن حياته الطويلة، كان لديه حوالي عدد 27 مالكاً. كان الفيل جائعاً جداً ومنهكاً، ووصل إلى النقطة التي بدأ فيها بأكل الورق والبلاستيك، وكان هناك الكثير من إصابات الحديد في الساقين، مما تسبب في تضخم مستمر في قدميه. بدأت منظمة خيرية للحياة البرية البريطانية ببذل قصار جهدها لمعالجة وإنقاذ هذا الفيل من الألم الذي لا يطاق. عندما أدرك الفيل أن الناس قد جاءوا لإنقاذه ولم يستطيعوا احتواء مشاعره وبكى. الفيل كان مقيدا بالسلاسل 24 ساعة في اليوم. فوجئ الفريق بأن انسكبت الدموع من عينيه أثناء العلاج والإنقاذ. فهمنا من ذلك أن الأفيال في الحقيقة هي حيوانات عظيمة وذكية للغاية. من المستحيل ألا نتخيل حتى ما حدث لهذا الفيل، وكم كانت المعاملة سيئة للغاية. ويوضح العلماء أن نطاق المشاعر التي تعيشها الأفيال واسعة حقا، وتكون الفيالات عرضة لتجارب عميقة ودائمة على حد سواء من السلبية والإيجابية، وقد تعاني من التوتر وحتى البكاء. بالطبع لا أحد يعرف باستثناء الفيل نفسه مقدار الألم الذي عانى منه. كان عليه أن يتحمل الإذلال، ولكن من دموعه يمكنك تخمين الكثير. تمت عملية الإنقاذ نفسها بعد عام من استلام المنظمة إشارة عن الوضع السيء، وبالتعاون مع السلطات المحلية تم رفع دعوى قضائية ساعدت في النهاية على انتزاع الحيوان الفقير من الملاك السابقين. لكن إنقاذ الفيل لم يكن كذلك من السهل، حيث تجمهر الكثير من الأشخاص الرافضين أن تأخذ المنظمة حيوانهم، وسرعان ما تدخل رجال الشرطة وتمكنت من استرضاء الناس الساخطين، حيث كان الوضع صعبا بالفعل. بعد الإفراج عنه تم نقل راجو إلى مركز خاص، حيث تلقى المساعدة اللازمة من المتخصصين وأن يبدأ حياة جديدة في المحمية بعد أن اختفى من والدته في البرية منذ حوالي 50 عاما. منذ ذلك الحين تغيرت حياته وعانى كثيرا، ولحسن الحظ أن حياته الآن تحولت بشكل مختلف تماما. ويبدو الفيل سعيدا، حيث لم يكن يعرف ما هي الحياة دون أغلال، ولكنه يعرف الآن الحرية وأن الناس يمكن أن يكونوا أكثر لطفا ممن حوله في السنوات الماضية. هذا كل شيء أصدقائي، أتمنى أن يعجبك الفيديو، اكتب تعليقاتك ونراكم قريبا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.